النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة في الفن الأوريجامي، وهي إزاي إنك تعمل فراشة زي دي. فراشة الشاشة دي طبعا بنفس نوعية الورق اللي كنا اشتغلنا بيها قبل كده، بس أنا عايز قبل ما نعمل الفراشة دي أوريكم أمثلة لحاجات إن شاء الله هنعملها المرة الجاية. يعني عندنا حاجة زي دي، وعندنا حاجة زي دي. دي طبعا فيها فكرة جميلة إن هي ممكن نشغلها كده كأنها طائر يحرك جناحاته، ماشي. وعندنا حاجة زي دي، عندنا حاجة زي ده، الطائر ده. هي دي الفراشة اللي احنا هنشتغل عليها، هنعمل نفس الشكل ده. شوف بس شكلها من جميع الاتجاهات عشان اتخيل شكلها، وبعدين دلوقتي بقى ايه هنبدأ فيها. نجيب طبعا ورقة مربعة زي دي. أول حاجة هنعملها هي غالبا زي ما عملنا الوردة المرة اللي فاتت، الجزء الأولاني بيبقى متكرر دايما. لو أنا بتني الورق 4 أرباع، طبعا بخلي بالي إن الحروف مظبوطة مع بعض عشان ما تعمليش مشكلة بعد كده. الناحية التانية طيب انا كده تانيت كده وكده، الورقة هقلبها كده، هعمل العكس القطرين مع بعض. الناحية التانية القطر التاني، لو انا عملت دي كده بقى معايا الشكل ده. عاوز نخلينا فاكرين الشكل ده كويس، لان ده هنستخدمه في حاجات كتيرة بعد كده غير الفراشة اللي انا بشتغل عليها. طيب انا عندي هنا 4 أحرف للفراشة او للورقة اللي انا شغال عليه، هاجي هنا الاتنين دول مع بعض، هاتني دي كده واتني اللي قصادها نفس الكلام. معانا الشكل ده. ركز بقى في الجزء اللي جاي ده، انا عاوز الجزء ده هتنيه لتحت كده يجي لي من هنا. يعني ازاي؟ انا هقلب الجزء ده كده، لو باين الشكل من هنا كله كده تمام، هنا مقلوب، هنا هجيب ده بس، طبعا ما اجيبش دول معاه، ده بس هجيبه من هنا، خلي جزء بارز كده. وطبعا الخط اللي في النص ده او يعني راس الفراش ده هيبقى راس الفراشة، الراس دي مظبوطة مع الجزء اللي هنا ده تمام. وهاتني كده، لو انا لفيت دي كده راح هلاقي الجزء اللي جوه ده، هظبط دي كده دي كده، مش بس نرجعها تاني عشان نعدي دي كده دي كده دي كده، نتني تاني. طيب انا لو فردت دي كده تك على دي، تك على الجزء ده، بقت عاملة بالشكل ده. طبعا دي كده غلطة، لازم تكون نفس الشكل ده، فانا بس هظبطها من هنا، احاول بقدر الامكان يبقى الجنبين زي بعض. طيب انا عملت دي كده، هاجي هاتني دي كده، هاجي من هنا هاتني دي كده. انا قلبت طبعا دي مقلوبة، الجزء ده هقلبه كده يبقى من تحت، هتني كده خالص على دي، دي هتبقى الراس، وهرجع اسيب جزء مسافة صغيرة كده وهرجع اتني دي كده. اظن ان الشكل واضح معايا كده. طيب هاجي بقى من النص ده، الجزء ده من النص، هاتني الورق كده، بقى عندي ايه المفروض ان الشكلين دول يبقوا
إلى حد ما متشابهين. دي بس أظبطه مع بعضه. وهاجي بعد كده آخر الرأس هنا هتنيها تيجي كده، يعني بمعنى إن أنا هعملها كده كده، بتهيألي هي واضحة معايا. والناحية التانية هتنيها نفس الكلام، وأحاول أظبط الجزئين مع بعض كده. وبكده بتاع الفراشة بتاعتي خلصت، هي دي الفراشة دي من تحت كده من فوق، كده شكل الفراشة بتاعتي.